السلام عليكم. معلومتنا الجديدة اليوم المسكوبية. يقع مركز المسكوبية في القسم الشمالي من مدينة القدس. أخذ اسمه من كلمة مسكوب، وهو الاسم الذي يطلق على الروس عادة، ويعود تاريخ معتقل المسكوبية إلى العام 1857، حيث بناه الروس كمجمع للمصالح الروسية في ذلك الوقت، إذ كان مؤلفا من مستشفى وكنيسة ونزل ومركز تجاري وقنصلية. وعندما احتلت بريطانيا مدينة القدس، استولت على هذا المجمع ليتحول إلى مركز للتحقيق، ومن ثم انتقل لليهود، وبقي هكذا حتى يومنا هذا، وهو مخصص للتحقيق والاحتجاز. أقسام التحقيق فيه تضم عشرات الزنازين الضيقة والرطبة المعزولة عن العالم. أما عن تفاصيل الاحتجاز في هذا المركز فهي تفاصيل مؤلمة، فقد روى عدة أسرى عن التعذيب والتفتيش والاستفزاز الذي تعرضوا له في هذا المركز، حتى أن الموت كان أهون عليهم من المكوث في هذا المركز. دمتم بخير لمعلومة مقدسية جديدة.